السلام عليكم شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ طبعا لو انت مش مشترك في القناه انزل دلوقتي، مستني انزل اشترك في القناه وما تنساش اللايك للفيديو ده. فكره الفيديو النهارده فكره غريبه شويه. هعمل مقلب في اخويا الصغير. طبعا ده مش دم، ده لون. ده مش دم، ده لون، تمام؟ عشان بس ايه ما حدش يقول ده دم ومش عارف. المهم طبعا اخويا بقى، طبعا يا جماعه هقول له بقى اللي انا ايه اتعلمت حركه جديده وكده، وبس ايه بس يعني لسه اول مره هجربها. فوانا بعمل الحركه هقع بقى ايه يعني على دماغي وكده، وحط الدم ده حواليا، اشوف بقى رد فعله ايه وكده، واشوف هيعمل ايه لما يشوفني كده وانا غرقان في دمي بقى وكده، وتجيب دم من دماغي واشوف هيعمل ايه بقى. طب احنا بنتكلم ليه؟ ما تيجي نشوف. A few moments later. طبعا يا جماعه ايه بقى، هرن عليه دلوقتي، هكلمه وارن عليه عشان ايه؟ عشان يجي له كده واعمل فيه مقلب هنا في المكان ده. هرن عليه بقى. الو كريم. ايه يا حبيبي، انت فين؟ انا في البيت. طب تعالى يلا نفس المكان اللي كنا بنصور فيه. تمام، هصوره في البيت. اه ماشي، انا جاي. سلام. يلا سلام. سلام. طبعا بقى يا جماعه ايه، حضر بقى ايه الدنيا هنا عشان ايه يجي بقى يلاقيني ايه يعني عادي بقى وكده، مفيش حاجه وعادي. بس لو قال لي بقى بتصور ليه وكده بالكاميرا، هقول له انا بتصور يومي بقى وكده، فاهمين اللي هو ايه، بنصور عشان الفيديو كده. يلا بينا، يلا بينا. انا يا جماعه هو جاي هناك اهو. طبعا هنقول له بقى احنا بنصور كده عادي وكده ومفيش حاجه. اتاخرت كده ليه يا ابني؟ معلش بقى. يلا قبل ما الشمس تروح. انت بتصور ايه يا ابني؟ لا ده عادي، بس ايه انت فاهم الدخله وكده، عادي خليه يصور. تمام، عشان تصور الدخله. المهم طبعا الحركه هي اللي انا اتعلمتها، اللي هي كده ماشي، وايه ودماغي اللي هي زي الباك فليب كده. تمام، فاهم. بص بقى يا سيدي، عايزك بقى ايه في الفيديو ده، عايزين نعمل حاجه جديده كده، فاهم؟ بس الاول صلى على النبي، عاوزك الاول كده تجيب لي ايه علب طوب احمر. انت بدور لي كده على علب طوب احمر وتعالى. ماشي، طبعا يا جماعه هو دلوقتي ماشي وراح ايه، راح يجيب قالب طوب احمر. طبعا بقى ايه احضر انا نفسي بقى ايه، استناه هنا، استناه اشوف مكان كده بقى ايه وغرق وغرق بقى ايه نفسي انا اتعورت وكده، اشوف بقى رد فعله ايه. يلا تعال نشوف. طبعا يا جماعه ايه بقى، غرق نفسي باللون ده عشان يفتكر بقى ان هو دم وكده، واشوف بقى رد فعله ايه. ماشي، روح بقى انت ايه، ناديه ناديه، ها روح ناديه. ما اعرفش ماله اللي حصل، بيعمل الحركه راح مقلوب على دماغه. شو قلت له؟ معلش يا عم ما تصورش حاجه يا عم، عشان لازم يشوفوا ان احنا متعبوا قد ايه. تعال روح المستشفى كريم. اوه يا عم تعالى معايا ما تصورش كريم. يا عم امه بصر ولا ايه؟ بجد يا عم اهو كريم. يا عم ما تصورش حاجه، تعالى معايا. يلا بينا نروح المستشفى. انت ما تعملهاش يا كريم، ما فيش تعرف تعملها كريم. كريم كريم تعالى يا عم معايا كريم. قوم نروح المستشفى كريم. يا عم انت بتحفظ كلمه كريم يا عم؟ بتهزر يا عم؟ ديك يا عم تهزر، بتهزر. وانت كمان، انت كمان معاه. بلاش تهزر، بلاش تهزر، بلاش تهزر، بلاش تهزر. معلش معلش، شوف بس شوف متعور ازاي يا عم. يا عم بس شوف انا اتعورت ازاي. ينفع كده يا جماعه اللي هو بيعمل؟ اتعور ينفع ايه؟ اتعور خلاص، غير ما انا متعور. مش عايز اتعور ليه؟ وانا مش عايز، انا متعور خلاص. المهم وكده يا جماعه بقى الفيديو خلص. طبعا لو انت مش مشترك في القناه انزل دلوقتي يلا اشترك في القناه، وما تنساش تفعل الجرس وما تنساش اللايك للفيديو ده عشان ننزل فيديوهات تانية. وقول لنا بقى فكره مقالب في الكومنتات، وقول لنا بقى نعمل ايه مقالب، وقول لنا افكار جديده وكده.